مستمعينا، أوضح وزير الموارد البشرية أحمد سليمان الراجحي أنه نحن اليوم عم نمر بمرحلة مفصلية مهمة بسبب الفراغ بين الأباء والأبناء وبين المعلمين والأطفال بسبب الإنترنت. وأكد الراجحي بكلمته خلال منتدى الأسرة بعنوان الأسرة السعودية في ظل المتغيرات أنه الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني والجامعات ومؤسسات التعليم عليها دور كبير بتغطية هذا الفراغ. طبعا هذا المنتدى أقيم في المملكة العربية السعودية ويعقد للمرة السادسة، السنة كان تحت عنوان الأسرة السعودية في ظل المتغيرات المعاصرة، وناقش محاور كتير كان أهمها كيف ممكن في ظل التحديات والانفتاح نحمي أولادنا ونكون كأهل نهتم بالرقابة على أبنائنا من سوء استخدام الإنترنت. موضوع كتير مهم، موضوع دايما بنحكي فيه، واليوم أيضا رح نحكي عن دور الأهل بممارسة الرقابة والإشراف على استخدام الإنترنت من قبل الأبناء. رح نناقش أهمية هيدا الدور وتأثيره على سلامة وتطور الأطفال والمراهقين بعالم متصل دائما. حنكتشف أهم التحديات اللي ممكن تواجه الأهل بهذا الصدد وكيف بيقدروا يتعاملوا معها. طبعا كان في منتدى مثل ما كنت عم أقول للمستمعين تحت عنوان الأسرة السعودية في ظل المتغيرات المعاصرة، وكان التركيز على حماية الأبناء، يعني الأمن السبراني للأطفال وكيف ممكن نحن نحميهم في ظل الانفتاح. أيضا ما فيني ما أتوقف عند الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أستاذة سارة سدايا اللي كمان أطلقت حملة توعوية حول حماية البيانات الشخصية للأطفال لتوعية الأسر بكيفية حماية بيانات أطفالهم. هيدا كان يوم الاثنين الماضي اللي صادف اليوم المختص بالطفولة. اليوم لما بدنا نحكي ونشوف كل هالنشاط اللي عم بيصير بالمملكة العربية السعودية والاهتمام بهذا الموضوع، بخلينا نتوقف عند أهمية الرقابة على استخدام أبنائنا للإنترنت. كيف بتشوفيها حضرتك؟ ممتاز. خلينا بس ناخذ يعني كذا لمحة سريعة عن مرحلة الطفولة. أساسا أنت لما ترعى طفل الآن بهذا العمر ويكبر يصير مراهق بعدين شاب، أنت قاعد ترعى وطنك خلال السنوات القادمة كلها، لأن أطفال الآن هم تاج الوطن القادم، هم اللي راح يحركون هذا الوطن، هم اللي راح يحمون هذا الوطن، هم اللي راح يصنعون فرق في هذا الوطن. فلما لازم نقول أن الطفل نشأتك له الآن هي النشأة اللي راح يستمر فيها سنين قدام. فلما أقول الرقابة على الطفل الآن بهذا العمر وبهذه الآلية وبهذه الكيفية، هي ما هي رقابة نسميها مثلا رقابة لأجل الكبت أو لأجل الحصر أو لأجل كذا، لا، هي رقابة لأجل التربية. ليش؟ لأن الأطفال هذول خلال العشرات السنين القادمة هم اللي راح يتحملون التربية القادمة للأطفال اللي بعدهم والأطفال اللي بعدهم وما إلى ذلك. فوجود الرقابة الوالدية ووجود الرقابة التربوية للأطفال من الآن خاصة في هذا الزمن أقول لك إياها مهمة 1000%. نعم. مهمة 9000%، مش 1000. نعم. 1000000% مهمة. نعم. وتحت مهمة حطي خطين وثلاثة وأربعة. نعم. اليوم كنت عم تقولي إنه هي رقابة مش خانق وضغط على الأولاد. كيف بيكون دور الأهل؟ بيتخذوا دور الرقيب مش دور اللي بيكونوا شديدين بيحرموا الأولاد من إنه كمان يكون لهم شخصيتهم الخاصة في هذا الموضوع. ممتاز. الآن إحنا ما نقدر في الإنترنت لما يعني بينفتح الإنترنت أشياء كثيرة فيه، بعضها أشياء تناسب مجتمعات أخرى ما تناسبنا نحن، بعضها أشياء ما تناسب حتى المجتمعات الأخرى هدامة. فأنا كولي أمر أو أنا كأب أو حتى أنا كأستاذ أبدأ هنا في التصفية، إيش اللي يناسب قيمنا نحن كعائلة، إيش اللي يناسب قيمنا إحنا كمجتمع، إيش اللي أنا فكأني أعمل فلتر. فبناء عليه أنا قبل ما أناقش ولدي أنا يعني أخذ اطلاع سريع على اللي قاعد يصير بالإنترنت. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، أبدأ أناقش ولدي بالأشياء اللي قاعدة تصير، أنشئ القيم بالولد قبل ما أدخله للإنترنت. طفلي قبل ما يدخل يبدأ يستخدم الإنترنت يكون عنده القيم الأولى من عمر سنتين ثلاثة سنين، يبدأ يكتسب القيم الإي واللا، قيم هذا صح وهذا خطأ، وما رح يستوعبها لكن يكتسبها. بعدين أبدأ أناقش ولدي بالأشياء اللي لازم يشوفها ولازم ما يشوفها. نعم. آخر حاجة قبل ما يسلم الطفل أو يدخل الإنترنت
انا اكون موجوده بحاجه اللي هي جهازك اللي حيكون فيه، حتحدد ساعات جلوسك فيه، حتحدد البرامج اللي تستخدمها، ونهايه اليوم حيوصل لي هذا الجهاز بالساعه الفلانيه والوقت الفلاني. ليش انا اعمل هذه الحركه؟ عشان انا اقدر اني ما اقول للطفل اني انا قاعد اخنقك، قاعد اكلتك، لكن انا معطيك الثقه بناء على عمرك ومجهوداتك وقدرتك، وانا كولي امرك اثق فيك، مع ذلك انا قاعد اراقب، قاعد اربيك الان خلال هذه الفتره. نعم توصل للطفل فكره انه انا والدي قاعد يرعاني. نعم شو هي أهم التحديات اللي ممكن يواجهها الأهل أثناء مراقبة استخدام الإنترنت؟ يعني كل اللي حكيتيه هيدا أكيد في تحديات، في إشياء ممكن تعطل الأهل، شو هي؟ النمو العقلي السريع للأطفال، وهذه أنا متأكدة أن في أولياء أمور الآن يسمعوني ومروا فيها. الطفل لما أقول له لا، ترى يعدل اللا حقته، يعمل عملية سريعة للا، نعم فيعرف أنه كيف يصير يراوغ للا هذه. إحنا نعم ما نقول للأطفال لا، إحنا نرفض بس نقول لا. فلما اجي اقول للطفل مثلا لما تفتح الانترنت او لما تفتح الابلكيشن الفلاني، نعم انا ما راح ما اسمح لك انك تفتحه مثلا، حتلاقي الطفل حصل له نمو عقلي سريع. النمو العقلي هذا ترى ساهم فيه الانترنت، وساهموا فيه الاصحاب، وساهموا فيه نعم كذا، والنمو العقلي الان اسرع مما كان قبل ترى بسبب الانترنت برضه. فتلاقينا عدل طريقه جديده انه يدخل الاشياء انا قلت لها لا، وحسنها وعملها، وقدر انه يمشي كل الادله من ورا. هذا اكبر تحدي، الطفل هو التحدي. نعم ما اقول لك الانترنت هو التحدي، ما اقول لك الناس، الطفل نفسه هو التحدي. نعم فبناء على كذا تقولي لي ساره وش الحل؟ اقول لك الحل طفلك كل ما كان ذكي اكثر، كل ما كان برافو عليك وعليه، لكن هنا لازم حل الثقه، القيمه اللي يمتلكها الطفل. انه نعم انا لما اقول لك لا، انا ما راح اسوي هذا الشيء لانه انا ماما قالت لي لا، لانه بابا قال لي لا، مع نعم اني انا اقدر اني اسويه. فأكبر تحدي يصير مو بالإنترنت، أكبر تحدي هو الطفل. أطفال اليوم ينمون عاطفيا أسرع من أطفال السنوات الماضية أو الأجيال الماضية، نعم ينمون فكريا أسرع من أطفال الأعوام الماضية، ينمون جسديا حتى أسرع من نعم أطفال السنوات صحيح الماضية. ليش؟ كل شيء قاعد يتغير الآن، من معطيات، من أكل، من إنترنت، من أشياء كثيرة تتغير، فصير عندنا نمو سريع. هذا نعم النمو حتى يولد ذكاء أسرع من الأجيال السنوات الماضية. نعم كيف فيني أعرف أنا كأم إنه في علامات على ابني إلها علاقة أو بنتي بسوء استخدام الإنترنت؟ يبان كيف يبان؟ أنا دائما أقول كأم وكأب برضو، بس أنا دائما ألاحظها بالأمهات، الحس عند الأمومة، في حس كذا، الواحدة لما تصير أم يصير عندها حس، هذه نقطة. بس هل كل مرة أنا أقدر إني أثق بحسي كأم؟ قد أكون شخصية قلقة. فأجي أقول لك أنت عارفة بنتك، فيبان في بنتك، تبان إنها تصير ما تبغى تجلس معكم، اللي هي الانعزال. يبان لما تصير ترفض إنها تؤدي واجباتها الطبيعية كبنت أو كابن. يبان لما يصير الطفل يرفض الاشياء الطبيعيه اللي كان يخول لها. يعني اقول لك مثلا رتب سريرك، فلما يصير يرفضها بشكل غاضب وكذا وكذا، الامور اليوميه العاديه، هنا سوء استخدام. يبان لما يصير يعمل سلوكيات لا هي موجوده عندي في البيت ولا هي موجوده في المدرسه. انا ملاحظ، يعني انا ملاحظه ان اكتسبها هذه في البيت وفي المدرسه، ملاحظين ان اكتسبها، فاكيد انا ما اخذها لا من عندي ولا من عندهم. طيب من وين اخذها؟ يبان لما لغته تتغير في الحديث، يستخدم ألفاظ مختلفة، يستخدم طريقة مختلفة، هنا يبان سوء استخدام. أنا دائما أقول الأمهات أكثر ناس يعرفون الاختلافات اللي تصير بأبنائهم. هذا مو بابني اللي قاعد يتكلم، هذا في شيء صار على ابني غيره. هذا الاختلاف هو أول دليل، من بعد تجي الأدلة المختلفة فيما نعم بعد. نعم قد ايه يمكن من اكثر الاشياء اللي بنخاف منها نحن كاهل انه يتشرب ابننا من خلال الانترنت ومن خلال اطلاعه على العالم، اذا فينا نقول من خلال هذا الجهاز يتشرب اشياء يمكن نحن افكار ما بدنا اياه تكون موجوده عنده. اليوم اي عمر بنقدر نلحق اولادنا؟ لا قدر الله لما مثل ما انت حضرتك عم تقولي بلشنا نشوف اولادنا عم يحكوا بلهجه مش موجوده بالبيت، باسلوب مش موجود بالبيت، كيف فينا نتصرف بدون ما نسحب منه الجهاز، بدون ما يكون في رده فعل عنيفه اتجاهنا؟ يعني امتى ممكن تتصلح الامور وامتى بتكون خرجت عن السيطره؟ ممتاز.
عشان نكون واقعيين ترى ما في ولا شيء خارج عن السيطرة، نقدر نتصرف حتى لو كان الموضوع بعيد وحتى لو كان الموضوع مرهق، بعدين ترى بس نقدر نتصرف. هذه الميزة الإنسانية الحلوة اللي فينا، نقدر نعدل حتى أفكارنا ومعتقداتنا الداخلية، ساعات نقدر نعدلها في عمر متأخر حتى. نعم. هذه نقطة. عشان نكون بالصورة، الطفل إلى تقريبا عمر 8 سنين 9 سنين يكون زي الإسفنجة اللي بس يتشرب بس يتشرب بس يتشرب بس يتشرب، يتشرب أي شيء، الزين والشين نعم. يتشربه، ما يقدر يعمل فلترة. لما يبدأ الطفل يصير إلى عمر 12 سنة يبدأ هنا تبان له شوية شخصية، يعني من عمر 9 إلى 12 سنة يبدأ شوي يبان له شخصية. نعم. بعدين من عمر 12 إلى تقريبا عمر 18 20 واحد إلى 23 هنا تبدأ هي مرحلة المراهقة اللي هي خلاص شخصيته ظهرت واللي راح يمشي عليها مستقبلا. هذا العمر كامل قادر على التغيير والتطوير. في مرحلة الطفولة أقدر من عمر مبكر جدا 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 أن أتدخل وكأن شيئا لم يكن، نعم. بينما في مرحلة المراهقة حيكون الموضوع شوي أصعب. أبنائنا في مرحلة المراهقة يكون شوي أصعب أننا نغير فيهم الأشياء أو اللي ما زرعناها فيهم، اللي زرعها الإنترنت فيهم. يعني نعم. أجي أقول لك طول عمرك أستاذة هدى اسمك هدى، بس لما يوصل عمرك 14 سنة ما حيصير اسمك هدى، حيصير اسمك سارة، يلا نعم. انبسط باسم سارة، فما حيتغير هذا الشيء. نعم. أنا ما ربيتك على اسمك سارة، أنت اسمك هدى، هذه هي النقطة. فمن عمر مبكر نقدر نتدخل، من عمر متأخر نقدر نتدخل لكن ما حتكون الفاعلية بقوة العمر المبكر، هذه نقطة. نعم. النقطة الثانية، وجودك من بداية الرحلة يسهل عليك تواجدك في اي مشكله قاعده تصير. فانا الحين انا الان انا اقولها كمربي ان نعم. انت تكون دائما في اول الرحله موجود، بحيث ان اي مشكله في هذه الرحله راح تصير انت قادر تعمل عليها كنترول، قادر تسيطر عليها. النقطه الاخيره والمهمه، وجود الرقابه لا يعني انك تمشي وتراقبه 24 ساعه خلال 24 ساعه، لا، وجود الرقابه هي زرع القيم والاخلاقيات. تعلم طفلك احنا مين، مجتمعنا ايش يقبل، ايش الافكار اللي يرفضها مجتمعنا. ونحن ما نتكلم عن مجتمعنا الكبير، يكفيك انك تناقش عن مجتمعك الاسري الصغير، عن نعم قيمك الاسلاميه البسيطه وقيمك المجتمعيه البسيطه. هذه نعم نقطه. اخر نقطه، اذا تواجدت هذه الامور كلها في الطفل وعرف الطفل انه لما يجي يتكلم معك حتى وان اخطا حتكون في مساحه امنه، مبروك عليك، انت ربيت طفل رائع جدا، وإن شاء الله إنه راح يحمي نفسه ويحمي بلده وينشأ في هذا البلد الكتير. نعم طب شو هي أهم الأدوات والتقنيات المتاحة للأهل لمساعدتهم على ممارسة الرقابة والإشراف الفعال على استخدام الإنترنت، خصوصا إذا في شيء موجود مثلا كمان بالسعودية بيسهل هذا الشيء على اللي عم يسمعونا؟ ممتاز. الآن كل الأجهزة وكل الأبليكيشنز في الدنيا صارت عندها حركة اللي هي المراقبة الوالدية، كلها نعم اللي هذا الجهاز للطفل، فيكون الجهاز نفسه مربوط بجهاز الأب وجهاز الأم. فالمراقبة الوالدية هذه بمجرد ما أعطي أنا طفلي الجهاز يجيني بشكل مباشر طفلي إيش سوى، طفلي إيش عمل، وطفلي ما يعرف إنه هو أنا قاعدة أراقبه. إذا عرف طفلك إنك قاعد تراقبه، هذه معلومة مهمة راح يفقد ثقته فيك. إذا نعم عرف الطفل إن كل خطوة هو قاعد يسويها أنت واقف وراه تراقبه كأنه حرامي وأنت خايف يرجعك، ترى راح يفقد ثقته فيك. فانتبه من هذه النقطة، وضح لأبنائكم إنه أعطيناك هذا الجهاز اللي هو خاص فيك، لكن تراني أنا قاعد أتابع أنت إيش قاعد تسوي لغرض الأجهزة. أنا ما أضمن إيش ممكن تطلع لك، لأن هم سيئين مو أنت سيء. هذه نقطة. النقطة الثانية، غير من الأجهزة، أنا كولي أمر، وهذه أهم حاجة تصير، أناقش عيالي كل كم يوم، إيش شفتم؟ إيش سويتوا؟ إيش عملتم؟ إيش قرأتم؟ إيش لعبتم؟ هم يبدأون يحكوني إيش قاعد يصير معاهم. فأول شيء صار إن إحنا راقبناهم تقنياً، ثاني شيء صار إن إحنا سمحنا لهم الكلام إنهم يتكلموا إيش حصل معاهم في يومهم، بحيث لو حصل شيء هم أخطأوا فيه من خلال التقنية ما حتكون عندهم مشكلة إنهم يتكلمون معاي فيه، ما عندهم مشكلة إنهم يطلبون مساعدتي أنا كولي أمر فيه. نعم. طب ذكرتي حضرتك نقطة هيك ببداية لقائنا إنه مشكلتنا دائما بالنمو العقلي لأبنائنا. اليوم كيف بنقدر نقنع أولادنا ونفهمهم أهمية إنه نحن عم نراقبكم لحتى يكون الاستخدام سليم للإنترنت، وإنه هيدا الموضوع بيصالحكم، لحتى في بعض الأحيان لو انتبهوا الأولاد إنه الأهل عم بيراقبوا مثل ما قلتي بيصيروا يخترعوا قصص وحكايات ويخبوا الموضوع و
كيف هذا الموضوع ممكن يتم معالجته؟ غير فكرة أني أنا أراقبك لأراقب المحتوى اللي قاعد يصير. أنا أثق فيك مرة، أنا نعم أثق فيك كابني مرة، أثق فيك وأنت شخص كويس، وأنت فعلا أنت ما تثق بابنك. أنا أراقب المحتوى اللي قاعد يصير، هو المحتوى اللي برا اللي أنا ما أثق فيه. نعم هذه نقطة. النقطة الثانية، أبنائنا لأنهم الآن صاروا أذكياء، صار نموهم العقلي جيد، من بدري نزرع فيهم القيم، نزرع فيهم الثقة، من بدري نزرع فيهم التوكيد الذاتي اللي لا يعني لا بالنسبة لي، هذا الشيء خطأ فإذا هو لا عظيمة، هذا الشيء صح فإذا هو قابل للمناقشة. نعم نزرع فيهم هذه الأخلاقيات. ليش أنا أزرعها فيهم؟ لأنهم صاروا يقدرون يفهمون، نعم صار عندهم استيعاب سريع. صار لما أجي أقول له أنت غلطان بيقول لك إيه أنا غلطان لأني سويت 1 2 3، ما يبدأ يراوغ. ليش ما يبدأ يراوغ؟ لأنه يملك قيم. هذه نقطة. فأنا فكرة إني أنا أراقب ابني، أراقبك أنت وكأنك حرامي، هذه هي اللي تخرب بيني وبين ابني. نعم لكن فكرة إني أنا أراقب المحتوى اللي هو قد يسيء لك ويسيء لي، هذه نقطة. على سبيل المثال، الآن خلال الفترة الماضية في حملات كثيرة قاعدة تشن ضد المملكة العربية السعودية من جهات مشغولة. نعم هذه الحملات قاعدة تشوه بشكل كبير، وأبنائنا فاتحين السوشيال ميديا بشكل كبير. هذه الحملات بشكل كبير قاعدة تشوه سمعت بلادنا بكلام مغلوط وخطأ 100%. مين كان خط الدفاع الأول موجود في هذه الحملات؟ كان خط الدفاع الأول الموجود هم الشعب نفسهم، المواطنين نفسهم، هم اللي كانوا بيردوا هذا الكلام يقولون لا. ليش مواطنينا نفسهم ما تأثروا بهذا؟ ليش أنا ما تأثرت بهذا الكلام؟ لأن ببساطة من صغرنا إحنا نشأنا على حبنا لهذا الوطن، نشأنا على الولاء، نشأنا على أن نحن نعرف وطننا إيش قاعد يقدم لنا ونعرف الحقيقة. نشأتنا هذه لهذا الوطن خلتنا نعرف أن أي كلام مغلوط يقال عن المملكة العربية السعودية فهو كلام خطأ، إحنا اللي حنقول لا لا، لأنه كلام اللي يقرأ وهو ما يعرف يقول يا الله كيف كذا، كيف هذا يصير؟ إحنا عارفين أنه لا، عارفين أنه كلام مغلوط. نفس الكونسبت اللي يصير، إحنا زمان كنا أطفال، نشأ فينا قيم حبنا للوطن من طفولتنا، فصرنا لما نستخدم الأجهزة نقدر نفلتر هذا صح هذا خطأ. فنحن ننشئ القيم للأطفال مو لبكرة، مو لما يكملون 14 سنة، لما يتعدون عمر 20 سنة. نحن قيمهم هي اللي لما يكتسبونها هم أطفال هي اللي راح تمشيهم بعمر 20 و30 و40 و70 سنة. نعم. طب أستاذة سارة، كنت عم أقول للمستمعين أنه خلال منتدى الأسرة اللي أقيم في المملكة العربية السعودية بنسخته السادسة، ناقش مجموعة من المحاور المهمة من ضمنها الأمن السبراني للأطفال. اليوم كيف فينا نوعي نحن كأهل أولادنا بأهمية السلامة السبرانية بالتحديد؟ هو للأمانة أنا اطلعت على أغلب الأشياء اللي تمت مناقشتها بالمنتدى، كانت للأمانة وهذه وجب قوله أن كان أغلب الأشياء اللي مو أغلبها كلها كانت رائعة. والحركة الأخيرة اللي عملوها سدايا كانت خارقة مرة بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، فوجب الشكر هنا مني ومن الجميع بإذن الله. النقطة الثانية أني أنا أعتقد أن الآن بما أنه عصر التقنية، وهذا اعتقادي الشخصي، الآن عندنا حاجة اسمها علم النفس السيبراني. نعم. النفس السيبراني يهتم في الرعاية النفسية الموجودة في الفضاء السيبراني نفسه. أنا أعتقد أنه الآن وجب على الوالدين التثقف، خلاص التوقف شوي عن التربية التقليدية، التثقف الآن أكثر في حضور ورش عمل، دورات، جلسات نقاشية وحوارية عن التربية السيبرانية، عن علم النفس السيبراني، عن أنهم كيف يقدرون يربون والدينهم أطفالهم بهذا الفضاء الكبير اللي ساعات نقدر نقننه وساعات ما نقدر نقننه. فإن كان في حل الآن هو التثقيف الوالدي من خلال هذاك العالم، العالم السيبراني. نعم. شكرا جزيلا لك أخصائية العلاج النفسي والمديرة التنفيذية لمركز تعارف وللإرشاد الأستاذة سارة هوساوي، يعطيك العافية. شكرا.